البدع والأهواء، أهل البدع الأقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، أنا فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق. أخرجه البخاري. قلنا أخرجه البخاري وقد اختلف في الصحابية، فقيل عن جابر وقيل عن أبي هريرة، ورجح البخاري أنه عن جابر، ورجح أبو مسعود الدمشقي أنه عن أبي هريرة، وهو ترجيح البيهقي أيضا والتركماني وابن رجب، وذكر أن أحمد أشار إلى ذلك، ورجح ذلك أيضا الإمام الألباني في الإرواح. هؤلاء كلهم رجحوا أنه عن أبي هريرة، حديث أبي هريرة عند غير البخاري جعلوها عن أبي هريرة، وأشار إليه البخاري، أشار للاختلاف أيضا البخاري في صحيح. ولأبي داود عن ابن عمر: ولا يضر الاختلاف الصحابي، فالحديث الصحيح سواء كان عن جابر أو عن أبي هريرة، هذا اختلاف لا يضر. ولأبي داود عن ابن عمر نحوه، الراجح وقفه على ابن عمر. أخرجه أبو داود من طريق عبيد الله بن عمر العمري، من طريق عبد الله بن عمر العمري، عن نافع عن ابن عمر به إسناده ضعيف من أجل العمري. قد قال أحمد: لم أسمع هذا قط. وقال أيضا العمري يرفعه، ومالك وابن عيينة لا يرفعانه، يعني يقفانه على ابن عمر من فعله. قال ابن رجب: قد رواه وكيع عن العمري موقوفا. فالراجح في الحديث الوقف على ابن عمر رضي الله عنه، إذا لم يثبت عن ابن عمر مرفوعا وثبت عنه موقوفا. المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين: المسألة الأولى حكم مخالفة الطريق في يوم العيد. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وقد استحب كثير من أهل العلم للإمام وغيره إذا ذهبوا في طريق إلى العيد أن يرجعوا في غيره، وهو قول مالك والثوري والشافعي وأحمد. ولو رجع من الطريق الذي خرج منه لم يكره، انتهى المراد. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وهو يذكر الاختلاف في بيان الحكمة من ذلك، قال: قيل ليسلم على أهل الطريقين، وقيل لينال بركته الفريقان، وقيل ليظهر شعائر الإسلام في سائر الفجاج والطرق، وقيل ليغيظ المنافقين برؤيتهم عزة الإسلام وأهله وقيام شعائره، وقيل لتكثر شهادة البقاع، فإن الذاهب إلى المسجد والمصلى إحدى خطوتيه ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة حتى يرجع إلى منزله، وقيل وهو الأصح إنه لذلك كله ولغيره من الحكم التي لا يخلو فعله عنها. ومعنى هناك حكم كثيرة، منها ما ذكر هنا، ولله حكم لا نعلمها في كثير أو في ما يشرعه جل وعلا. وهذا العمل مستحب وتركه ليس بمكروه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح.
إسناده صحيح كما قال الحافظ. الحكم المستفاد من الحديث، قال المغربي رحمه الله في البدر التمام والصنعاني في سبل السلام يعتبر كتابه مختصرا من البدر التمام مع إضافات يسيرة، فأصل كتاب سبل السلام للصنعاني هو البدر التمام للمغربي. يزيد بعض المواضع بعض الكلام وينقص في بعضه، وأكثره مأخوذ من البدر التمام. قال الصنعاني قال المغربي رحمه الله في البدر التمام في الحديث دلالة على أن السرور وإظهار النشاط والحبور في العيدين مندوب، وأن ذلك من الشريعة التي شرعها الله لعباده، إذ في إبدال عيدي الجاهلية بالعيدين المذكورين دلالة على أنه يفعل في العيدين المشروعين مثل ما تفعل الجاهلية في أعيادهم، يقصد من الأمور المباحة وإظهار الفرح مما أباحه الله ومن إظهار الفرح ولبس الجميل وأكل اللذيذ وما أشبه ذلك، فهذه شعائر، إظهار الفرح بالعيدين من شعائر الإسلام، وإنما خالفهم في تعيين الوقت. قال الصنعاني رحمه الله في السبل ومراده من أفعال الجاهلية ما ليس بمحظور ولا شاغل عن طاعة، انتهى. قلت وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر دخل بيتها والنبي صلى الله عليه وآله وسلم مضطجع، وعندها جاريتان تغنيان وتضربان بالدف، فقال أبو بكر أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد، وفي رواية إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله قوله هذا عيدنا يريد أن إظهار السرور في العيد من شعائر الدين، وحكم اليسير من الغناء خلاف الكثير. وكذلك الضرب بالدف للنساء في العيد مشروع للحديث كما رأيت. وهكذا اللعب جاء سيأتي معنا أيضا، جاء عن الحبشة أنهم لعبوا بالمسجد في يوم عيد، وجاء أنهم كانوا يلعبون بحرابهم بين يدي رسول الله. بعض المسائل الملحقة، المسألة الأولى حكم ضرب الدف من الرجال، قال الحافظ مرجب رحمه الله وقد وردت الشريعة بالرخصة للنساء لضعف عقولهن بما حرم على الرجال من التحلي والتزين بالحرير والذهب، وإنما أبيح للرجال منها اليسير دون الكثير، فكذلك الغناء يرخص فيه للنساء في أيام السرور. هذا تقييد جميل، ليس مخصوصا بالعيد بل أيضا في الأعراس وفي بعض المسرات ولو لم يكن عرس، كما حصل من المرأة التي نذرت إذا رد الله النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب عنده الدف، سيأتي معنا الحديث إن شاء الله. فكذلك الغناء يرخص فيه للنساء في أيام السرور، وإن سمع ذلك الرجال تبعا. ولهذا كان جمهور العلماء على أن الضرب بالدف للغناء لا يباح فعله للرجال، الضرب بالدف للرجال محرم لا يباح، فإنه من التشبه بالنساء وهو ممنوع منه، عزاه ابن رجب للجمهور. هذا قول الأوزاعي وأحمد، وكذا ذكر الحليمي وغيره من الشافعية،
وإنما كان يضرب بالدفوف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم النساء أو من يشبه بهن من المخنثين. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنفي المخنثين وإخراجهم من البيوت. قلت: ويدل على تحريم ضرب الدف في حق الرجال قول أبي بكر رضي الله عنه في الحديث المتقدم أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك. وإنما أباحه للنساء بسبب أنها أيام العيد كما في الحديث. قال ابن رجب: وقد أقر أبا بكر على تسمية الدف مزمور الشيطان، وهذا يدل على وجود المقتضي للتحريم لولا وجود المانع وهو أنها أيام عيد. ويدل على تحريمه في حق الرجال أيضا دخوله في عموم حديث أبي عامر الأشعري، أبي مالك أو أبي عامر شك فيه، وفي بعض الطرق المجزوم بأنه أبو مالك، حديث أبي مالك، عموم حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه في البخاري: ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. والدف من المعازف والله أعلم. المسألة الثانية: حكم الدف في حق النساء إذا كان خاليا من الجلاجل المصوتة ونحوها، فقد اختلف العلماء فيه على ثلاثة مذاهب. جلاجل مصوتة يعني قطع معدنية تعلق عليه فيصدر أصوات أخرى بسبب القطع المعدنية، جلاجل. إذا كان خاليا من الجلاجل المصوتة ونحوها، فقد اختلف العلماء فيه على ثلاثة مذاهب. الأول أنه يرخص فيه مطلقا للنساء، روي عن أحمد ما يشهد له، واختاره طائفة من أصحابه، يعني معنى هذا ترخيص مطلقا. الثاني إنما يرخص فيه في الأعراس ونحوها، وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز والأوزاعي، وهو قول كثير من الحنابلة أو أكثرهم. الثالث أنه لا يرخص فيه بحال، وهو قول النخعي وأبي عبيد وطائفة من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه. قلت: القول الثاني هو الصواب للأحاديث المتقدمة في المسألة قبلها، لأن الأحاديث التي فيها الرخصة للنساء بضرب الدف جاءت في المسرة وما أشبهها والله أعلم. المسألة الثالثة: الدف إذا كان مجلجلا. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في الفتح: وليس الغناء والدف المرخص فيهما في معنى ما في غناء الأعاجم ودفوفها المصلصلة، لأن غناءهم ودفوفهم تحرك الطباع وتهيجها إلى المحرمات، بخلاف غناء الأعراب، فمن قاس أحدهما على الآخر فقد أخطأ أقبح الخطأ، وقاس مع ظهور الفرق بين الفرع والأصل، فقياسه من أفسد القياس وأبعده عن الصواب. وقال رحمه الله أيضا: وأما استماع آلات الملاهي المطربة المتلقاة من وضع الأعاجم فمحرم مجمع على تحريمه، ولا يعلم عن أحد منه الرخصة في شيء من ذلك، ومن نقل الرخصة فيه عن إمام يعتد به فقد كذب وافترى. المسألة الرابعة: الغناء المهيج للطباع. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وأما الغناء المهيج للطباع المثير للهوى فلا يباح لرجل ولا لامرأة فعله ولا استماعه
فإنه داع إلى الفسق والفتنة في الدين والفجور، فيحرم كما يحرم النظر بشهوة إلى الصور الجميلة، فإن الفتنة تحصل بالنظر وبالسماع. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم زين العينين النظر وزن الأذن الاستماع، وهذا كثير في هذه الأزمنة، الغناء المهيج وكذلك غناء العجم وأهل الكفر، أشياء مذهلة وأصوات مزعجة ما يرتاح لها صاحب قلب مستقيم يحب القرآن، ينزعج. الذي جعل الله في قلبه حياة ينزعج من هذه الأصوات ويبغضها، ولكن ما يطمئن لها إلا إنسان قد ابتلي في قلبه، نسأل الله العافية. أما السن فأباحه بعض العلماء، قالوا لأن المعدن من الذهب يؤدي إلى التماسك ويكون أفضل، والأفضل أن يستخدم منه الفضة في السن. وأما الساعة والجنبية فتجتنب ذلك، أقل أحوالي أنه شبهة، الجنبية والساعة أقل أحوالي أنه شبهة، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أما الساعة إذا كان السير كله ذهب هذا حرام، ما في إشكال. إذا كان الذهب داخل العقارب فهو شبهة. نعم يا سامة. الدف هو الذي يجي مثل المنخل، مثل المنخل، منخل الدقيق، ينخل الحب يكون مفتوحا من جهة ومغلقا من جهة. لا، الماس مع جوهر آخر غير الذهب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.